أضخم كائن حي على وجه الأرض. الحوت الأزرق هو أضخم الحيوانات الموجودة على وجه الأرض على الإطلاق، فيمكن أن يزيد وزنه عن 150 طناً، أي أثقل من أضخم ديناصور. لكن الحوت الأزرق ليس أضخم كائن حي، فمن صاحب هذا اللقب؟ حسناً، ذلك يعتمد على ما تعنيه بكلمة أضخم. ربما يكون الكائن الأطول هو شجرة السيكويا الموجودة في كاليفورنيا والملقبة باسم هايبريون، وبما أن طولها يبلغ 115 متراً، فإن هذه الشجرة العملاقة أطول من تمثال الحرية. أما الكائن الأوسع انتشاراً فهو فطر عملاق عتيق جداً، يغطي مساحة ضخمة تبلغ 2385 فداناً في غابة محلية في أوريغون. تظهر حزم من الفطر العسلي عند قاعدة الأشجار، وهي جسم الإثمار أو الثمرة البوغية التي تنتجها الفطريات التي تعيش بمنأى عن الأنظار. تخيل لو أن أشجار التفاح نمت تحت الأرض وكانت ثمار التفاح هي المرئية لنا فحسب. هذا ما تفعله الفطريات ببساطة، إلا أنها لا تنشر الغزل الفطري في التربة وحسب، لكن أيضاً عبر جذور ولحاء الأشجار في الغابة، وتهاجمها وتسرق منها المواد الغذائية لكي تتمكن من الانتشار على السطح. مع ذلك، إذا كنا نتحدث عن أثقل الكائنات على سطح الأرض، فإن اللقب يفوز به حيوان باندا عملاق يعيش على هضبة عالية في ولاية يوتا. مهلاً، إنني أمزح. يفوز باللقب أحد أشجار الحور الراجراج، يسمى باندو، يزن أكثر من 6000 طن، ما يعادل وزن 40 حوتاً أزرق. إلا أنك إذا ذهبت إلى غابة فيشليك الوطنية فلن ترى جذع شجرة عملاقة، سترى فقط غابة من الأشجار عادية الحجم. ولكن بفضل الاختبارات الجينية توصلنا إلى أن هذه المجموعة من الحور التي تغطي 100 فدان وستة هي في الواقع كائن نسيلي واحد نما من بذرة واحدة منذ فترة طويلة، وكانت هذه الشجرة الواحدة قادرة على الانتشار كثيراً نظراً لأن جذورها أنتجت براعم نمت إلى ما يبدو لنا أشجاراً منفردة. بما أن الأشجار البالغة عددها 74,000 شجرة هي جزء من الكائن الحي نفسه، فإن الغابة تسلك سلوكاً غريباً إلى حد ما. فعلى سبيل المثال، تتحول الغابة بأكملها في وقت واحد من الشتاء إلى الربيع، وتستخدم شبكتها الواسعة من الجذور لتوزيع الماء والمواد الغذائية من الأشجار التي لديها وفرة إلى الأشجار التي بحاجة إلى الغذاء. وبالحديث عن الماء، إذا وضعت المياه في الحسبان عند وزن هذه الكائنات العملاقة، فإن الفطر العملاق سيكون في الواقع أثقل من شجر الباندو. لكن خبراء الغابات على الأقل لا يهتمون إلا بالكتلة المنتجة فعلياً أثناء النمو، أي الكتلة الجافة. وبما أن الفطريات تتكون في الغالب من المياه، فإن شجر الباندو يفوز باللقب. على أي حال، من المحتمل أن بعض الروابط الموجودة تحت سطح الأرض، سواء كانت الجذور أو الغزل الفطري، تقطعت مع مرور الوقت، مما يعني أن هذه الكائنات العملاقة على الأرجح تتكون من أجزاء أصغر، لكنها لا تزال ضخمة ومتطابقة وراثياً. وأخيراً، نظراً للاختبارات الشاملة اللازمة لتأكيد الأحق بلقب أضخم الكائنات، يمكن القول إن الفطريات والحور الرجراج هما أضخم الكائنات الحية التي وجدت على ظهر الأرض على الإطلاق، وربما توجد وحوش أكبر متوارية تحت أقدامنا مباشرة لا تنتظر إلا من يكتشفها.